هنا هاد الحادثه ديال شنا هابطنا من الطوموبيل من الزنقه شنا جقلا جينا هبطنا لهنايا شنا السيد اللي طاح مكرفش شويه في الحاله ديالو جات سميتو جات البومبيه داتو شنا الاخوه راه بحاله بغاو يزربوا عليه ولا ما عرفاش هادشي اللي كاين هو مكرف بزاف مكرفس بزاف المهم راه تقاس في رجليه كاينه بعدا تكون شي تهريسه ولا مكرف بزاف تيغوت مسكين تكون راه جا تقريبا راه شي 5 متر هو نقص باللي شي 5 متر وانت بغيتي تشوف انت تشوف الطوموبيل اللي هي الموتور هنا يعني راه اللهم امين الله يشافيه بان راه كانوا بجوج هابطين ضربات مراه بالدوستر ضربات دوره قبل ما يحسموا الموتور ويدخل فيها ما خلاتليش لي سباس باش غادي يفراني الولد دابا السيد اللي شافو قال لي الرجل وحده مشات هادشي اللي عرفت الله يشافي هادشي اللي غادي نقول اخويا وما راه زعما هادشي ما بقاش تيعجب لا اله الا الله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.